اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة والنعيم أسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأسمي بحمد الله وارده سائغة هنية ومتلئة من الشكر جميل مطايا. وأسلم وسلم على نور الموصوف بالتقادم والأولية المتكلم في القرآن الكريمة والجبال. وأسمي الله تعالى رضوانا يحث لطاعة طاهرة نبوية ويعم صحابة والأتباع الشريف تتحلى المسامع بهلال. واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عاتل الله قرآن الكريم بعفو شديد صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن فأقوله سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الهند قمدت في خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتباء لعليا ابن قزي واسمه مجمع سمي بقسي لتقصيه في بلاد كداعة القسية. إذا أعاده الله تعالى إلى الهرم المحترم فهما إمام ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن ولي بن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. وما تلقى جناني كما جنى إليه الكثير ورد وأول من أدى الولد إلى الرهاب الهرمية. وسمع في سبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولفاه ابن مضر بن نزار بن معد بن أدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية. وروه إلى خليل إبراهيم أمسكا والشارع وأبا سبيا. إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتمى بعض به من إجن دلقت كواكبه الضرية. وكيف لا سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المتقى نسب تسب العلا بأولاه بلدتها النجوم أهل الجوزاء سودة بوفخار أنت به يا
صفاه الجاهلية أو ورد الزيل العراقي والده في مولده الهني ورواه حافظ له كرامة لمحمد أباه الأمجاد صون لاسمه طراب صفاه فلم يصبه معاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير قرقرارهم والبهية وظهر قدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد استعجى بأحواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث بهم شهرا سكيما إيمانهن سكوه وشكواه ولما تم من حمله على الراج تسعة أشهر قمرية فآل للزمان أن ينجلي عن صلاة أدرهمه ليلة مولده أنشية مريم في نسوة من الخاطرة القدسية وجاء المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلى له الصلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.